أجمل تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم معنا عبر اللقاء المفتوح، وكنحيو ضيفتنا واللي غتنورنا الاستوديو إن شاء الله في هذا اليوم ديال رمضان اللي غتحدثنا على مدينة البهجة، مدينة الحمراء. لالا لطيفة، صباح الخير ورمضان كريم. صباح النور على أهلاً وسهلاً عليكم محبا. على جميع المسلمين، ونتمنى لكم رمضان كريم اختي. الله أكرم. قل لي لطيفة، الصوت راسي شوية معينة، تمشي لي الصوت. لا بس عليك، لا بس عليك. الله يبارك فيك أختي. لطيفة، غير أجواء رمضان في مدينة مراكش يمكن ما غتكونش مختلفة على الأجواء في باقي المدن المغربية، ولكن كاين شي حاجات اللي كتميز كل منطقة. قلنا كي داير الجو، كي دايرة مائدة رمضان ديال مائدة الإفطار في مراكش؟ إوا تبارك الله، المغاربة تبارك الله مائدة رمضان تقريبا تتشابه دائما، كاين الحريرة، كاين الرغايف، كاين الشهيوات، كاين دابا هادشي اللي دخلته هو على المائدة، هاد الأشياء المعمرة. نعم. بالحوت بالكفتة، كاين الحلويات، كاين العصيرات بجميع الأنواع. تبارك الله المائدة غنية 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 جدا جدا، بارك الله تتفرح، ما كاين ما نقول لك. والله يقوي علينا الخير. واللي جميل، اللي جميل هو هذيك اللمة ديال العائلة. نعم، هذا ماشي ماشي المائدة في حد ذاتها، ولكن ديك اللمة تبارك الله. احنا عندنا العادة في مراكش ان العائلة دائما تتعرض، خصك دائما تعرضي على العائلة، وانت كذلك تعرضي عند العائلة. يعني كيكون بحال واحد دار، كيف نقولوا دار في عند العائلة، جميلة جدا، كيتجمعوا فيها الحباب والأطفال، ويكون واحد الجو جميل بزاف بزاف. هذا هو اللي جميل، حسن من الأكل أكثر من الأكل. نعم، هذا تبارك الله المواد المغربية راه ما كاين ما نقول لك تبارك الله. نعم والله يقوي علينا الخير لطيفة. ودخلوا دابا كي قلت لك أطباق عصرية حتى هي ولات تزاد في العائلة في المواد. نعم، ونتمنى من الله يقبل من الجميع. اللهم امين، الله يقبل منا. ونركزوا على واحد النقطه هي الاسراف، كاين مجموعه الاشياء اللي قالت عتبوا عليها السيدات ويوجدوها. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، ولكن كاينه الصدقه الجديده، كاينه الصدقه كثيره. نعم، الحمد لله تيتطور الانسان في هذا الشهر، تجي دائما الدين ديالو ديك البديله انه يصدق لا الفلوس ولا الاكل ولا هذه ولا هذه، وكتفرحي الايتام زعما ما كاين بزاف الاشياء جميله. نتمنوا على الله سبحانه وتدوم لهذا الجيل اللي تابعنا. نعم، يعني هذه فرصه ديال هذا الشهر، هذا الاجر مضاعف. الرحيم، لان ضروري في ذاك الصباح كتخرجي دائما تقريبا تشوفي زوري شي حد، ضروري ذاك الصباح تيكون الانسان شويه متفرغ. دائما كتقولي اليوم نشوف خالتي، غدا نشوف عمتي، غدا نشوف لوستي، غدا نشوف، يعني كاين تبارك الله واحد الجو جميل جدا. او تبارك الله مراكش في الليل ما نقول لك كيف تيولي. مرحبا بكل مستمعينا من جديد معنا، ومرحبا بلطيفة من مدينة مراكش. لطيفة، وصلنا لدابا للطبق، شنو غتقترحي علينا في طبق هذا الصباح الرمضاني؟ غادي نعطيك واحد الطويجين مراكشي تقليدي. نعم، بدا شي شويه تيختفي، ولكن غادي نحيو من خلال البرنامج ديالكم ان شاء الله باذن الله. ايه، هو الطاجين ديال الملوخيه والقيم. نعم، القيم هو داك الخضرات الصغيره اللي دايره بحال الشفرجل. الشفرجل الصغير. نعم، اي القيم هكا، يعني ربما الاسم ما يعرفوش المستمعين ولا شي. نعم، المهم بالنسبه تقريبا لاربعه الاشخاص، كاين كيلو لارو ديال الغلمي، لحم الغنمي. تفضلي. كاين جوج مطيشات صغار محكوكين، ولا وحده كبيره محكوكه اللي توفر. نعم، كاين نص كيلو من القيم. نص كيلو ديال القيم. نص كيلو وربع كيلو من الملوخيه. باش ما كانت صغيره كتكون زوينه، ربع كيلو. نعم. شوية ديال القزبور والمعدنوس المقطع رقيق. نعم، كاس صغير ما يكونش عامر كله، حيت الغنمي شوية من الدم مقطوع عليه شوية بحال قلتي كاس الا ربع. نعم، من الزيت، ويكون مخلطة ما بين زيت العود وزيت المائدة. تفضلي. شوية الملح. ملح. شوية الإبزار. إبزار. معلقة صغيرة ديال سكينجبير. كنجبير يكون غالب شويه على البزار. نعم، معلقه كبيره ديال الفلفله مطحونه ديك الحمراء الشاونيه. نعم، بصله صغيره مشلوله. بصله صغيره مشلوله. تفضلي. صافي، هادو هما المقادير.
نعم، هذا الطاجين ديال الملوخيه والقيم قلت لنا كنحتاجو فيه 750 غرام ديال الغنمي، كيلو الا ربط الغنمي، جوج ديال المطيشات الصغار محكوكين ولا وحده كبيره، واحد نص كيلو ديال القيم اللي هو الشفرجل الصغير، ربعة ديال الملوخيه، وفضلتي الحجم الصغير ديال الملوخيه قلتي كيكون حسن ياك. اييه واحد الربيطه ديال القزبور ومعدنوس مقطعين، كاس صغير نقص شويه ديال الزيت مخلطه، بالنسبه للتوابل شويه الملحه شويه الابزار، واحد معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال الفلفله الحمراء الشاونيه ولا كل واحد كيسميها، بصله صغيره مشلده. وغادي نعطيك حتى واحد النصيحه بالنسبه للتي ديال الملوخيه باش تجيك اسهل. نعم. اذا الطريقه، ندوزو للطريقه. تفضلي. تضعي اللحم في الطاجين، الطاجين ضروري، ما تطيبش هذه الوصفه ما كطيبش في الطاوه. في الطاجين تمام. ضروري هذه الوصفه تكون، لان كيتستفى هذاك الخضار ما يمكنش تستفى وتعاودي تهزيها من الطاوه، اذا ضروري الطاجين. اذا غادي تضعي اللحم في الطاجين، غادي تزيدي عليه البصله والزيت والملح، وشحري مع شويه الماء، غير هكاك مع الملح وشويه الماء، هكا قلتي شي جوج معالق الماء هكاك. شحري مزيان حتى ياخذ اللون مزيان. من بعد غادي تزيدي عليه التوابل والربيع ومطيشه، وهاد التوابل تكون خلطه مع مطيشه ومع الربيع، بحال تخلطي مثلا بشي زلافه. نعم. التوابل والربيع ومطيشه خلطيهم بشي زلافه، عاد كبيهم على اللحم، وزيدي واحد شويه الماء اخر بالجهد باش يطيب الطاجين، غير شوي ماشي بزاف باش ما يبقاش يطيب الطاجين، بحال قلتي نص كاس الماء كافي. نعم. صافي، وخطي الطاجين وخليه يطيب على خاطر. نطيبو المرة الأولى غير اللحم دابا اللي كيطيب. صافي، غير اللحم مع ديك المطيشة والتوابل والربيع، وخليها على خاطرو يطيب على خاطرو. من بعد غادي نجيو للملوخية. هادي غنعطيك واحد النصيحة كيفاش تهيئ الملوخية بسرعة، لأن جرات العادة أنك كتاخدي الملوخية وحدة بوحدة، كتنجري هادي من هادي من هادي. غنعطيك واحد الطريقة سهلة، غادي تاخدي كمية في يديك، واحد الحفنة في يديك. ياك؟ وغادي تحكيها بيديك في الغربال ديال السلك، غير شويه في يديك حكي في الغربال ديال السلك، وغادي تخلصي من هذاك الشوك ديال هذاك كيكون لاصق فيها، يبقى في الغربال ديال السلك، زعما ما توقعي كتجري بوحده بوحده كتضيع شويه الوقت. نعم، يعني هذه طريقه سهله باش نقيو الملوخيه. أيه. نحيدو داك الشوك اللي فيها، ديك لابول اللي هذيك الجلده ديالها اللي كتكون حرشه، نمرروها هكذا فوق الغربال ديال السلك، وحنا كنضغطوا عليها شويه بيدينا. ايه ضغط عليها شويه ماشي بزاف باش ما تفرعش. نعم. ايه حكي هذاك الغربال ديال السلك، من بعد غادي تقطعي لي الراس ديالها وديك المقدمه شويه بالموس. نعم. يعني نراعيو اننا ما نحلوهاش بزاف باش ما يخرجوش داك السائل. لا لا ما يبانش، ماشي تضربيها حتى تبان الزريعه، لا غير شويه داك الشابو ديالها من هاد الجهه والمقدمه من القدام. صافي، وغادي تحطيها في الكسكاس. والنصيحه الثانيه هي ما خصهاش تقيس الماء تماما بتاتا كاع. نعم. بقى في داك الكسكاس محطوطه جانبا ناشفه، ما تقيسيهاش الماء. تفضلي يا لطيفه. وغادي تتبعي العمليه بنفس الطريقه، بكمشه بكمشه، وانت غاديه مع الغربال تسلك، يلا 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 حتى تكملي الملوخيه كلها، وتخليها جانبا في الكسكاس. نعم. ندوزو دابا للقيم. القيم غادي تمسحيه بالزيف باش تخلصي من هذاك الوبر اللي تيكون في الوجه ديالو، تيكون فيه بحال الوبر، غادي تمسحيه بالزيف، ومن بعد غادي تقسميه على جوج، وتحولي تزولي ليه الزريعه. وهذا بالعكس ديال الملوخيه، هذا خصو يتوضع في الماء مع قطرات من الحامض باش ما يكحلش. ريت عما يطيب اللحم. دابا هاد العمليه بجوج كديري كل وحده بوحدها، ولكن هذا القيم تيدار في الماء مع قطرات الحامض. نعم. صافي. اييه. ولما يقرب يطيب، ملي يقرب يطيب اللحم، غادي تدفي عليه القيم مرشوش بشويه ديال الملحه والبزار. نعم. وفي الوسط ديال الطاجين غادي توضعي الملوخيه، عاد ديك الساعة غادي تعاودي ليها غسلة، تعاودي تغسليها وتعاودي دوزيها ثاني مرة أخرى في الغربال بسرعة. نعم. تحت الروبيني، تحت الروبيني أنت كدوزي في الغربال، والماء والروبيني مطلوق. ديك الساعة تتزول تماما، ما تيبقى حتى شي شوكة فيها ولا في شي حاجة. نعم. وعاد ديك الساعة تدبري عليها حتى هي واحد شوية ديال الملحة والبزار، وتحطها في وسط الطاجين. نعم.
هذه المرحله الاخيره المرحله الاخيره ما تاخذش وقت بزاف يكون لا والو لا هذه دغيا تطيب تقريبا 10 دقائق تقريبا صافي مكملش كاع صافي وهذا الطاجين موجود بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه شكرا لطيفه بارك الله فيك على هذه الوصفه هذه وعلى الاطلاله على رمضان في مدينه البهجه. تبقي على خير وكل رمضان وانت بخير. شليضه باقي الوقت؟ لا باقي الوقت يلا تفضلي عطينا شليضه. شليضه بلديه حتى هي مرافقه لهذا الطاجين. خصنا ثلاثه ولا اربعه الفلفلات مشويين. ثلاثه الفلفلات نعم. مشويين جوج معالق كبار ديال زيت ارقان. نعم. زيت ارقان ربع حامضه مصيره قطع قطع صغيرين. نعم. شويه الملح. ملح. شويه ديال عصير الحامض. عصير. معلقه تقريبا عصير الحامض. معلقه كبيره المعدنوس ماشي القزبر المعدنوس. المعدنوس وحده. نعم. جوج دروس ديال الثوم مشويين. كتزلقيها في القطيب وكتشويها في البوطه ولا في العافيه ولا في نعم. نص معلقه ديال الكمون البلدي. نعم. صافي هادو هما المقادير. نعاودو قلتي لنا هاد السلطه البلديه فيها ثلاثه د الفلفلات مشويين حتى لربعه د الفلفلات جوج معالق كبار ديال زيت ارقان ربع حامضه مصيره مقطعه طريفات صغار معلقه ديال عصير الحامض معلقه شويه الملح ملح شويه حيت كاين شويه الملح. نعم. بالنسبه كنحتاجو معلقه كبيره ديال المعدنوس جوج دريسات ديال الثوم مشويين نص معلقه ديال الكمون البلدي. يعطيك الصحه. الطريقه غادي تشوي الفلافل كلها وغادي تخليهم مده 5 ديال الدقائق في البلاستيك الغذائي. نعم. وما خصهاش تقيس الماء تماما والو ما تقيسش الماء غادي تقشرها بالسكين بشوي بشوي كترخى ملي كتكون في البلاستيك الغذائي كترخى المهم ما تقيش الماء كاع بالكل غادي تحاولي معها تحيدي لها الزريعه بشوي بشوي وتقطعيها شرائح طوال من بعد غادي تزيدي عليها الثومه والمعدنوس والحامض بنوعين يعني الحامض المصير والحامض الاخر اللي مقطع طريفات. نعم. وباقي التوابل. تفضلي. ايه وباقي التوابل يعني كلشي غنخلط نعم من مور ما كتشوى الفلفله كنضيفوا لها كنقطعوها شرائح بالطول من بعد ما كنقيوها ونحيدوا الزريعه وكنضيفوا لها الحامض والتوابل كلشي اللي عندنا العناصر اللي عندنا وديك الثومه كنقردوها طريفات صغار. طريفات صغيورين يعني. نعم. ضحكوا يا الا بغيتي المهم انا كنديرها غير في القرابات القزبر تنقردها طريفات صغيره. هي كتجي زوينه هكذاك باينه في السلطات ماشي بحال ديال الطاجين. الله يعطيك الصحه لطيفه شكرا جزيلا ورمضان كريم مع السلامه لطيفه. الله يبارك فيك لا جليله. نعم لا لا. وبغيت نقول لك لا غير باقي عندي واحد التيسير ممتاز الى تحت الفرصه. الى تحت الفرصه. جايتو لكل المستمعين الكرام. ان شاء الله ان شاء الله. مين يكون الوقت عيطي لي راه ما كاين مشكل.